بص بقى، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في منهج الفيزياء فيه نوعين من دراسه الفيزياء. في فيزياء بنسميها استنى مش هقرا لك الشكل، لكن نشوف انا بتكلم في ايه. لحظه واحده، بص يا جماعه، في عندي في شاشه خضراء كده شغلت عندك. طيب جميل جدا. بص بقى يا حبيبي، عندنا الفيزياء فيها نوعين. في فيزياء بنسميها فيزياء كلاسيكيه، فيزياء ايه كلاسيكيه، وفي فيزياء اسمها فيزياء مودرن. في فيزياء كلاسيكيه وفيزياء فيزياء كلاسيكيه، الفيزياء الاصليه بقى، اللي هو لما بداوا يفكروا في الفيزياء. يعني مثلا يقول له والله هسالك سؤال يا احمد يا منصور، لإذا سقطت بيضة من أعلى بيضة نيئة ها من الدور الثالث إلى الأرض ماذا يحدث؟ تنكسر، واخد بالك؟ إيه؟ تنكسر. تقوم تيجي تقول أو ما أقول لك والله إيه؟ طب انكسرت ليه؟ بس عشان الارتفاع عالي شوية فعشان كده انكسرت. إيه؟ أنا مش سامع صوتك كويس على فكرة. انكسرت ليه؟ قصدي يمكن عشان الارتفاع كان عالي مثلا فعشان كده وايه انكسرت. يعني؟ وايه يعني؟ ما انا ممكن اسقط بليه، عارف البلي؟ بليه وسقطتها ما بتتكسرش يعني. انا بسالك البيضه اتكسرت ليه؟ هتقول لي لان القشره بتاعتها ضعيفه، مش كده؟ صح. اما اقول لك يعني ضعيفه قد ايه؟ ساعه ما قلت قد ايه دي انا في الفيزياء الوقت. ساعه ما قلت لك لا حدد لي انا، ما يعني تيجي تسال مثلا ماما وهي في المطبخ، ماما بتعمل لنا اكل ايه يا ماما؟ تقول لك انا بعمل مكرونه. تقول لها ماشي تمام. بتعمل لي مكرونه ازاي يا ماما؟ بجيب المكرونه احطها في الميه، صح كده؟ بس لازم الميه تغلي. لازم الميه ايه؟ تغلي. اول ما قالت تغلي دي يبقى دي ماما كده بتتكلم فيزياء. واخد بالك؟ احنا بنتكلم فيزياء، انا في شروط معينه وحاجات بتحصل. طيب مسكت عود كبريت، مسكت عود كبريت وبعدين جيت في البتاع في الشطاطه بتاعته كده عملت لها احتكاك كويس، فراح عود الكبريت مولع. طب تقول لي هو ولع ليه؟ اقول لك حصل تفاعل كيميائي. تقول لي وايه اللي سبب التفاعل الكيميائي؟ اقول لك الاحتكاك. يعني احتكاك بقوه كام؟ كل ده فيزياء، كل ده ايه؟ فيزياء. فالفيزياء بيسموها علم الطبيعه. علم الايه؟ الطبيعه. الفيزياء الكلاسيكيه هي الفيزياء الاوليه اللي هم قدروا يفكروا فيها يعني في الوضع الطبيعي، يعني اللي هو بقى درجة المية بتغلي امتى، الحرارة النهاردة كام، عربية بتجري بسرعة ايه، العجلة السير بتاعها ايه. كل ده كله عبارة عن فيزياء بتسمى فيزياء ايه؟ كلاسيكية. اللي مثلا لو في دبابة بتضرب طلقة، تضرب الطلقة، تضرب الطلقة تروح وتسقط، الحركة بتاعة المخزوف ده فيزياء كلاسيكية. القطر وهو بيجري فيزياء كلاسيكية. العربية بتجري فيزياء كلاسيكية. لو ضربت فرامل فطامل، بقول لك لو ضربت فطامل، لو ضربت فرامل يبقى فيزياء ايه؟ فيزياء كلاسيكيه. جميل، كل ده كلاسيكي. امال المودرن ايه بقى؟ شفت شركه المرعبين المحدوده؟ شفتها؟ شفت كره البعبع؟ هو شلبي السليفان؟ شفتهم صح؟ شفت لما فتحوا باب ويبقوا عدوا الى عالم اخر او يرجعوا؟ ده انت فاكر الكلام ده هكس؟ الناس دي ما بتلعبش زينا كده. الناس دي يعني في ظواهر شافوها وحاجات فيزياء عرفوها بس لسه ما اتطورتش للدرجه دي، لكنها موجود. يعني حته الانتقال دي يعني قريبا ممكن ان شاء الله عم تبقى قد كده. لما تيجي تروح الشغل مش هتركب عربيه وبتاع، تفتح الباب بتاع الدولاب وتعدي يبقى في الشغل. الكلام ده حصل بس على مستوى جزيئاته الصغيره قوي قوي قوي، او اجزاء الذره كده. حصل وتنفذ وتجرب، وبعتوا جسيم، بعتوا جسيم من اوروبا ها من هناك من ناحيه من فرنسا نزل امريكا هناك في لا زمن. ما جريش، هو عملوا له لعبه كده زي الباب بتاع شلبي السليفان كده. بس ينفع نعمله على البني ادمين او على الحيوانات؟ صعب دلوقتي، لسه التكنولوجيا ما وصلتش، في مشاكل. لكن حصل. دي فيزياء مودرن بقى، ده اللي هندرسه بقى المودرن. حلو، بدايتها برضو بدايه الفيزياء المودرن. المودرن مثلا ان شاء الله لما تخلص السنه بقى تخش الكليه وبتاع وتخش هندسه ولا علوم، تشتغل في وكاله ناسا بقى وتشتغل معاهم في القصه دي ان شاء الله.
ف الله. بداية الفيزياء الكلاسيكية بدايتها حاجة بنسميها عمليات القياس. يعني اقول والله ادي محمد ضياء اهو، وادي الواد مثلا الواد احمد منصور اهو مثلا، كويس. فبقول لك بقى ايه، مين اطول، محمد ولا احمد؟ مين؟ محمد هو الأب، محمد. انت هنلعب نهزر سوا، مستر محمد يا بابا، مستر محمد، مستر مستر خليك محمد، اصحى اصحى ركز. حلو، انا اقول حاضر، محمد انت تقول مستر محمد، يبقى مين اللي حاضر، مين الاطول، محمد ولا احمد؟ مستر محمد، ايوه كده مستر محمد. طب عرفت ازاي؟ عشان يعني دايما لا انت عملت بين محمد وبين احمد، عملت عملية مقارنة. عملية اسمها ايه بقى؟ مقارنة. مقارنة. انا قارنت بين طول محمد وطول احمد، فشفت ان طول محمد اطول من طول احمد، صح كده؟ عملية ايه؟ مقارنة. قوم اقول لك، طب هو محمد قد كام واحد احمد؟ قد كام احمد؟ تقول لي قد 1.25 احمد، سهلة كده؟ يعني طول محمد 1.25 احمد، معايا؟ تعالى نعملها بجد. انا طولي 181، انت طولك كام؟ 175 175. يبقى انا قدك كام مرة؟ تعال نشوف كده، نجيب الآلة الحاسبة واقول لك ايه، يبقى 181 على 175 ونقول يساوي، يبقى محمد قد احمد 1.3، يبقى له ايه، بقول له كده طول محمد يساوي 1.3 من طول مين؟ من طول احمد. دي عمليه دي اسمها المقارنه، عمليه المقارنه، وان انا احدد اللي احنا قلناه ده، دي بنسميها عمليه الايه؟ عمليه القياس. سهله؟ القياس ده مهم جدا، لازم اقيس. والله يا عم لازم تقيس كل حاجه. انت وانت نازل تتمشى مع اصحابك مثلا، لو تروحوا تيجي بتنزل كده وجيبك ما انتش عارف في ايه، ولا بتقيس اللي فيه وتشوفه كام جنيه؟ بقيس قيسه طبعا، تشوف فيه كام، معايا كام جنيه، معايا كام ريال بقى من عندكم، ماشي كام ريال. طيب لما هتيجي عايز تلبس هدومك، تختار لبسك، تخش على الراجل تقول له اديني مثلا مقاس كذا، مش ده مقاس؟ ها، يبقى عملية القياس مهمة عشان اعرف مقاسي كام. فعملية القياس عملية مهمة، عملية مهمة جدا، وليها تعريف رائع بيعرفوه، يقولوا ايه بقى؟ يقولوا القياس يا توتو اللي هو عملية مقارنة بين كميتين فيزيائيتين، إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، لمعرفة عدد مرات احتواء الثانية على الأولى. فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ في حاجات مش فاهمة. قول رد على طول، انا المدرس بتاعك. اه على فكره، لو هنتعامل مع بعضنا، لو هنتعامل مع بعضنا، اي سؤال عايز تساله اساله، اي حاجه مش فاهمها تقولها، انا المدرس الخاص بتاعك. ما كنتش هتقول لي، هتقول لي مين؟ معايا يا جميل؟ حلو؟ لما اسالك سؤال اغلط، اهم حاجه الغلط. اقول لك على حاجه، انت عارف مره وانا في الكليه، اه والله يا الله احمد والله، وكان عندنا دكتور شرس جدا، يعني يمسك كل واحد مش يغسله، يغسله ويشطفه ويرجع يعيد عليه تاني كل حاجه، يعني وكان يطلعنا بره على السبوره، احنا شباب كبار كده يهزقنا يعني تهزيق. المهم جه في يوم راح ايه، راح مطلعني ايه، انا بقى هربان منه فين، قاعد ورا خالص، البنش كل الطلبه قاعدين في البنشين الاولانيين، وانا قاعد في الاخر عشان ما يسأمي ده ما يقوليش انت كلمت ده ولا انا مش عارف. فلقيته قال لي انت هذا اللي ورا، قلت ثالثه كليه، قلت له انا، قال لي اه، قلت له تعالى انت عادي. فرحت له طلعت على السبوره، راح سالني سؤال، واخد بالك؟ سالني ايه؟ سؤال معقرب ما اعرفش عنه حاجه،
انا بقى ايه اهم حاجه ان عايزك تتعود عليها يا احمد، انك ما تخافش تغلط، لما تغلط صلح غلطك وما تغلطوش تاني بس. فانا عندي الحته دي، فبيقول لي، قلت له والله احنا نقدر نقول الاجابه كذا عشان كذا وكذا وكذا، لكن نقدر الاجابه دي تعتبر غلط لانه كذا وكذا وكذا. يعني انا قلت الاجابه وغلطت نفسي، صعبه؟ لا مش صعب. وبعدين قلت له، قلت له وكمان عندي فكره تانية، ان قد قال قول، قلت له كذا وكذا وكذا، ولكن برضو ده الكلام ده مش حقيقي لانه هيبقى النظريه الفلانيه بتقول كذا فمش هينفع. قال يا سلام، خلاص بدا بقى ايه يصفر ويخضر كده قدام، هيمسك فيا بقى. قلت له اخر حاجه بقى، قال له قول يا محمد، قلت له كذا وكذا وكذا وبرضو كذا وكذا وكذا. ابص للزمايل قال لهم ولا كلمه قالها صح علي، بس عاجبني انه مش خايف يغلط. بداية العلم انك ما تخافش تغلط، وان الشخص المسؤول عنك انه يوجهك لازم يعرف الغلطة دي عشان يقدر يظبط لك ايه، يظبط لك الاداء بتاعك. فلما اسالك جاوب، ما انتش عارف قول مش عارف، وش كده ما تسكتش. خلاص يلا يا باشا. القياس هو عملية مقارنة بين كميتين فيزيائيتين، إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، لمعرفة عدد مرات احتواء الثانية على الأخرى. تفهم حاجة؟ كويس، بس انا مش فاهم حتة الثانية مجهولة دي، يعني آه يا عبارة عن سلام، ايه؟ حلو. يعني فاهم يعني إيه كميتين فيزيائيتين يا أحمد؟ يعني كمية فيزيائية هو في كمية فيزيائية وفي كمية مش فيزيائية؟ آه طبعًا. آه طبعًا. في كميات إيه؟ إحنا بنتكلم في الفيزياء. مش في كميات مالية معايا كام جنيه، وفي علم النفس في كميات نفسية، يعني كل واحد فينا مثلا معاه ألف وحدة نفسية كويسة، كل ما يتقابل حاجة في الحياة يجيله إحباط، يجيله إحباط لحد ما يبقى قد كده أهو من كتر الإحباطات اللي بيجيله. ماشي، دي اسمها كميات نفسية. في عندنا في الفيزياء كميات فيزيائية، زي إيه بقى؟ زي مثلا درجة حرارة، دي كمية فيزيائية، درجة مثلا غليان، درجة انصهار، سرعة، عجلة اللي انت خدتها قبل كده، وهكذا. دي كلها كميات فيزيائية. يبقى انا طول، كتلة، زمن، دي كلها كميات فيزيائية. فبقول لك هو عملية مقارنة بين كميتين فيزيائيتين، احداهما معلومة والاخرى ايه؟ والاخرى مجهولة، لمعرفة عدد مرات احتواء الثانية على الايه؟ الاولى. ليك اخواتي يا احمد صبيان؟ لا، لدي أخ في كلية الطب. ليك اخ كبير يعني، اخ لا ولا مش اخت؟ أخ، أخت. اخت يعني. اه مش اه ما انتش داخل الجيش انت معلم. طب هلسعة. الحمد لله. ايوه يا اخوي، ماشي. طيب كنا مره في الجيش، وبعدين ايه، في واحد عسكري عمل مشكله. انا مش عارف كان بيشتغل في حاجه يعني، كان بيحسب ايه ولا بيعمل، المهم غلط يعني، فحب الضابط يعاقبه، بس يعاقبه عقاب يعلمه الادب من غير ما يأذيه. فالضابط كان بيشرب فنجان قهوة كده، خد بالك، فنجان قهوة صح. بعد ما الواد بقى غلط قال له، حط فنجان قهوة كده، قال له خد يا تعال خد الفنجان ده، قال له ايوه، قال له شايف البرميل الميه اللي هناك ده، قال له اه، قال له شوف لي البرميل ده فيه كام فنجان ميه، ايه رأيك؟ اه. فالواد قال له، بص له كده، قال له يلا نفذ، حاضر يا فندم. الواد راح جاب برميل فاضي وقعد بقى، واحنا بقى ايه نضحك في الجنب كده، ما بنبينش الضحك اللي رحت ده، ماسكين نفسينا. هو الواد مسك الايه الفنجال وبدأ يجيب بقى ايه البرميل الاول، الله واحد، ما فيهوش تاني، العدد ثلاث، اربعه، خمسه، في عين اللي ما يصلي على النبي. عمال بقى ايه قعد يعد، قعد بثلاث ساعات ولا ثلاث ساعات وشويه. انا بقى ايه، انا بتاع فيزياء، اه عسكري، اه بس بتاع فيزياء. فقلت الواد ده بيعمل عمليه قياس هيقيس. فجي بعد ما خلص بقول له، مش فاكر انا الرقم هو كام، انا مش فاكر صراحه الرقم اللي قالوا له قد ايه، بس قول مثلا ايه 3400، مثلا ايه 3400 فنجان مثلا يعني. قال لا لا لا، الكلام بتاعك ده غلط، روح عدهم تاني. روح عدهم ايه تاني. المهم بعد ما اشتغل شويه قال له ده مش كده تاني وبتاع، ووبخه يعني ومش فاهم. انا بقى اول ما شفت انا الفنجان والبتاع ده،
عملت عملية قياس، افتكرت التعريف ده اللي انت بتاخده ده. فقلت القياس هو عملية مقارنة بين كميتين، ادي كمية وادي كمية، حلو كده؟ احداهما معلومة، ما هي دي معلومة، فنجاني هو اللي بشرب فيه، والاخرى مجهولة، طبيعي. حلو، لمعرفة عدد مرات احتواء الثانية على مين؟ على الأولى. يبقى القياس عملية مقارنة بين كميتين فيزيائيتين، أو أدي كمية وأدي كمية، إحداهما معلومة، واحدة أنا عارفها والثانية مجهولة، معرفش هي قد إيه، معرفش كمية المية فيها قد إيه، لمعرفة عدد مرات احتواء الثانية على مين؟ على الأولى. سهلة كده؟ سهلة؟ سهل. ده دي العملية دي بنسميها عملية الايه؟ عملية القياس. فل خالص. القياس بقى عشان يتم لازم له ثلاث حاجات نكون عارفينها. على فكرة هتلاقي حاجات كتير من اللي احنا بنقولها دي معروفة وبنتعامل بيها، بس احنا مش واخدين بالنا انها فيزياء يعني. فهقول له كده حاجة اسمها ايه؟ عناصر القياس. مالها يا عم؟ قال لي ثلاث عناصر. أول حاجة عشان أعمل عملية قياس لازم اكون عارف هقيس ايه، صح؟ فانا هقول له بقى، انا هقولها بالعربي ازاي. عناصر القياس هقول عباره عن الكميه الفيزيائيه المقاس. يعني هسال نفسي يا محمد اعمل عمليه القياس دي يا محمد، حاضر يا فندم، لازم اعرف انا هقيس ايه. يبقى الكميه الفيزيائيه المقاسه زي ايه؟ زي الطول، الكتله، الزمن، السرعة، ها؟ الحرارة، عايز ايه؟ انا عارف عايز ايه. يبقى اول حاجة الكمية الفيزيائية الايه؟ المقاسة. تاني حاجة هتقيسها بايه؟ هو بيقول لي روح شوف لي القماش ده طوله كام؟ القماش ده طوله كام؟ القماش ده عايز طوله كمية فيزيائية، هتقيس بايه؟ بالمسطرة ولا هتقيس بالشبر ولا هتقيس بالبتاع بالعصاية، هتقيس بإيه؟ فهتكلم على حاجة اسمها أدوات القياس. سميه إيه بقى؟ أدوات القياس اللي أنا هقيس بيها. طيب يا أحمد يا منصور، أحمد يا منصور، إنه لا يرد ولا يصد. أحمد يا منصور، لا 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 إيه؟ قول نعم. أحمد لا يا منصور، نعم. طولك قد ايه يا احمد يا منصور؟ 175 بس 175. ايه يا منصور؟ 175 شبر؟ كم؟ هتبقى 175 متر. ها؟ 175 ايه؟ صفر. لا 175، طب 175 ايه؟ متر. طولك ايوه صح. 175 متر يا عفريت. 175، طولك 175 ايه يعني؟ متر انا مش متر سهل. لا متر ازاي؟ انت عارف متر ده يا ابن الناس الطيبين، انت عارف متر ده قد ايه؟ المتر ده قد دراعي كده اهو، ده كده ده متر كده، شوف من اول طرف دراعي لحد ده متر اهو. انت طولك 175 واحد من ده؟ ايوه كده، ايوه كده، طولك 175 سنتيمتر. السنتيمتر ده بنسميه وحدة قياس، بنسميه وحدة ايه؟ وحدة القياس. يبقى انا عشان اعمل عملية القياس لازم اعرف، يعني اكون هعمل ثلاث حاجات افهمهم، هقيس ايه اللي هي الكيميائية الفيزيائية المقاسة، وهقيسها بايه؟ حاضر. وتطلع كام؟ تطلع وحدة الايه؟ وحدة القياس. صعب؟ لا كله تمام. دروس بسيطة جدا ولذيذة جدا في فيزياء، رائعة، فيزياء ممتعة. ده لسه بقى لما نخش بقى الفيزياء اللي بجد بقى قدام كمان شهر كده ولا حاجة، ها؟ اللي هي الفيزياء بقى بتاعت السرعة بقى والعجلة، وابقى راكب العربية جنب بابا واقول له احنا على سرعة كذا، ومن غير ما هو يطلع، من غير ما ابص في العداد، ها؟ وقدام شوية بقى اقول لك بص في السماء كده الساعة كام يا دي، الساعة كام؟ تقول لي معيش ساعة، اقول لك لا يا حبيبي ما هي قدامك اهي الساعة، الوقت 9 وثلث. تقول لي انت عرفتها من السماء؟ عرفت، ده فيزياء كلها، دي كلها حاجات في والله مجرد النظر كده. هنتعلم بقى القصص دي ان شاء الله وقتها يعني.
الله ان يبقى شاء كيمياء الله. الفيزيائية هناخد حاجة اسمها الطول وحاجة اسمها الكتلة وحاجة اسمها الايه؟ الزمن. قول لي. حلو قوي. انا النهارده اللي اتعرفت عليك وشفتك، الحصة الجاية ان شاء الله ممكن برضه في حصة برضه من الخميس الجاي، لو تحب تتعرف عليا تاني تعرف عليا تاني. ها؟ ها؟ لو تحب تتعرف تاني ونقعد مع بعض شوية يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد الساعة 5، هنقعد مع بعض بقى من أول حصة بقى كده. ظبط النت عندك عشان بتفصل كل شوية، واخد بالك؟ ظبط النت وظبط الصوت عندك، سماعة حلوة. أنا معايا السماعة دي غالية جدا ب 30 جنيه، ممتازة. ها؟ بس هي بتاعة الشغل، واخد بالك؟ يعني تعمل سماعة للاب بتاعك ما تشيلوش منها، تقعد دي بتاعة اللاب بتاعك وتريح دماغك، سماعة تافهة كده بس عشان ما تبصش. خلاص؟ أشوفك إن شاء الله المرة الجاية على خير، وإيه ونكوتش بقى إيه في المنهج أكتر شوية، ويكون الدنيا كمان وضحت عشان هنعمل إيه معاك، هنظبط الدنيا إزاي وننظم وقتنا إزاي مع بعض. ماشي؟ إلى اللقاء في مرة قادمة مع أحمد منصور وبرنامج الضياء للفيزياء مع منصة ادمستيج على القاهرة. إيه رأيك؟ أنفع مذيع؟ حلو آه حلو، شكرا مذيع مذيع بحباية في دماغه. يلا الحمد لله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام.